النهارده في صفقه مهمه في فريق كره اليد لنادي الزمالك، والصفقه كانت اهميتها ان هي قادمه من النادي الاهلي، فريده الشرقاوي. وفريده نعرف تفاصيل بقى الصفقه وتفاصيل الموضوع عبر زوم. فريده مساء الخير. مساء النور كابتن سيف، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ بتشرف بوجودك معايا. والله انا شرف ليا والله اني اطلع مع حضرتك. ربنا يخليك، ده شرف لينا. احكي لي بقى القصه، انت بالفعل النهارده مضيتي في الزمالك؟ صح، انا مضيت يوم 15/10 15/7 بالظبط. تمام، القصه ايه؟ انا عارف ان انت كنت ماضيه مع الاهلي مده معينه وحصل اصابه، ممكن تشرحي لي بقى القصه بالكامل؟ هو انا كل اللي حصل ان انا يعني مشيت من الاهلي فعلا، انا كنت ماضيه 4 سنين. وطبعا هو النادي الاهلي بيمضي بس 4 سنين، يعني ده شرط اي لعيب يدخل القلعه الحمراء بالظبط زي ما بيقولوا كده، النادي الاهلي يمضي 4 سنين. فانا كان بالنسبه لي الاحتراف كان اهم حاجه. انا كان معروض عليا انديه من بره كتير، بس انا مشيت في اتجاه واحد. للاسف ما حصلش نصيب في موضوع السفر، فانا ما كانش ينفع يعني امضي اكتر من 4 سنين وادام انا عايزه يعني اطلع بره يعني. فده اللي حصل، اتنقلت من النادي الاهلي وحصل لي طبعا اصابه، جالي صليبي. بس بعد كده قعدت شويه فتره ااهل فتره كبيره، وطبعا النادي يعني سفرني قطر في يعني في مركز اكبر مركز تقريبا في العالم. وبعد كده رحت سافرت وبعدين عملت العمليه الحمد لله. بس واهلت فتره كبيره، بعدين رجعت على نادي الشمس علشان امضي سنه، ما كنتش قعدت 3 سنين يعني، الاصابه قعدتني 2 سنين للاسف، فانا ما كنتش عايزه اقعد السنه الثالثه ما العبش، فكان لازم يعني اجوين كلوب على طول. فكنت هروح يعني الاول للشمس الزمالك وبعد كده رحت الشمس، وبعد كده طبعا بعد الشمس جالي العروض تاني بتاعت بره. للاسف ما حصلش نصيب السنه دي، عشان كده قررت ان انا يعني اشوف ثقافه جديده ونادي كبير زي نادي الزمالك. طبعا مع النادي الكبير نادي الاهلي، فكنت عايزه اعمل كل حاجه تقريبا يعني، فالعب هنا والعب هنا والعب هنا. بس الحمد لله وربنا وفقني ومضيت من تقريبا من حوالي 3 أو 4 ايام لنادي الزمالك. انت الاهلي اللي سفرك قطر يا فريده؟ يعني الاهلي الاهلي اللي سفرني قطر. فعلا سافرت بدل المره مرتين. اول مره يعني كنت رايحه زي كشف اعرف بس ايه الدنيا، بعد الاصابه الكبيره اللي حصلتي، انا عمليتي فشلت للاسف بتاعت الصليبي اللي كانت هنا يعني، كانت هنا في مصر اول عمليه، ادت لكذا عمليه ثانيين، انا عامله عمليات كثيره. بس بعد كده خلصت العمليات دي كلها، وكانت لسه ركبتي للاسف مش سليمه. اضطريت بعد كده طبعا رجعت للنادي الاهلي، النادي الاهلي قرر على طول سفري. وكان سفري كان كشف بس نعرف ايه الدنيا، وبعد كده سافرت فعلا ورجعت، وبعد كده سافرت تاني بقى ان انا اعمل العمليه. طب ليه رجعتي على الشمس؟ ليه ما رجعتيش على الاهلي؟ لان زي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي بيمضي 4 سنين. فللاسف يعني انا كنت 4 سنين دي بالنسبه لي كانت فتره كبيره جدا، انا ما كنت هخسر الناس اللي بره الاحتراف، كل حد فينا طبعا بيحلم بالاحتراف يعني. ورحت فعلا هناك وعملت معايشه فتره كبيره، عملت معايشتين هناك في فرنسا، وللاسف ما حصلش نصيب، عشان كده اضطريت اروح لاي نادي تاني بيمضي سنه بس علشان ما كنتش خسرت بره. انت خريجه ايه او بتدرسي ايه؟ انا خريجه لغه واعلام قسم ترجمه اكاديميه بحريه. بصي اتخرجت السنه اللي فاتت. بغض النظر عن الفنيات، انا بحييكي على طريقه الحديث، وطريقه الحديث على الاهلي والزمالك الاثنين مع بعض. مضيتي في نادي، لا طبعا، وبتشكري في التاني وبتقولي ان هو صاحب فضل عليكي وسفرك وعالجك بره ورجع بتلعبي في نادي محترم اسمه نادي الزمالك. بيتي يعني، انا النادي الاهلي بيتي وده اللي اتربيت فيه، ويعني من وانا عندي 5 سنين، انا بقالي 18 سنه في النادي الاهلي، وليه فضل عليا كبير انه خلاني العب لمنتخب مصر فتره كبيره واشارك في كاس عالم وافريقيا 3 مرات. فيعني انا بالنسبه لي لا، النادي يعني النادي الاهلي ما اقدرش انسى افضاله، عالجني من الالف للياء الصراحه. و زي ما بقول لحضرتك كده، نادي الزمالك برضو نادي كبير، ويعني الناس هناك لما جت اتكلمت معايا فيري بروفيشنال،
وقعدت والصحاب كمان، يعني حتى الفرقه هم صحابي من زمان وكمان لعبنا مع بعض في منتخب واحد، فكان الاستقبال الصراحه كان يعني هايل، فكان بالنسبه لي انا ارتحت نفسيا هنا او هنا. انا كده انا كنت طبعا مرتاحه في الاهلي ومرتاحه في الزمالك، فانا بجد كل اللي كان يعني كل اللي انا نفسي فيه ان انا العب زي ما مشيت من الاهلي اساسيه اروح للزمالك العب اساسيه. يا رب ان شاء الله باذن الله تكسري الدنيا في الزمالك زي ما كسرت الدنيا في الاهلي، وتفضلي يعني متمسكه كده بالمبادئ القيمه المحترمه دي. وطبعا ناديين كبار، الاهلي تاريخ كبير والزمالك تاريخ كبير، ونتمنى لك ان شاء الله باذن الله يا رب كل التوفيق في اللي جاي. يا رب امين. ميرسي جدا لحضرتك والله، وانا فخوره يعني مبسوطه اني طلعت مع حضرتك واتكلمت عن يعني نبذات كده عن حاجاتي ولعبت كويس قوي. انا الحمد لله ان انا يعني نادي الاهلي اهلني كويس قوي وعرفني للناس وللجمهور، ويعني بوعدهم ان شاء الله الفتره الجايه عم اكسر الدنيا واعمل حاجه كويسه وارجع من الاصابه احسن من الاول، ويعني ما يحسوش ان في فرق خالص. فانا الحمد لله شغاله على ده كويس قوي، والفتره الجايه ان شاء الله يعني يشوفوا يعني. بشكرك يا فريده، واتشرف بوجودك دايما، وان شاء الله اتمنى لك يا رب كل التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا.